صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهاردة جاي لكم من أعلى مكان في الغردقة، من على سطح بهجة بلس 5. جايبين طبعا المنظر من هنا، السي فيو الجميل اللي احنا بنشوفه، واحنا هنا الوجهة بتاعتنا عند السفارة الألمانية على طول. وهنا جايب المينا، لو تبص هناك في المينا هناك، جزيرة الأورنج باي والبارادايس، وتبص هنا كده. أتمنى لكم يوم سعيد ويا رب دايما بخير، ومستنيينكم تنورونا في الغردقة قريب.